واحدة من الحياة الرائعة اللي جالها مارتن لوثر المصلح العظيم اللي قام بحركة إصلاح في القرن ال16، جال أنني لم أشارك في قصة الخلاص إلا بخطيتي. يعني أنا ما عنديش حاجة أشارك بيها، يعني كل اللي أنا شاركت فيه في قصة الخلاص كلها الخطية بتاعتي، إن الله غفرها، إن الله شاف خطيتي فراح قدم لي الغفران. وهنا بنشوف ده يعني لو احنا شفناه نلاقيه بينطبق حرفيا على آدم. إيه اللي شارك فيه آدم في القصة كلها؟ إن هو تعدى وصية الله، فعشان كده الله عمل أول ذبيحة وكسى عري الإنسان وألبسهما أقمصة من جلد.